راح يبقى ابدا اطلاقا، راح يبقى رئيس مجلس النواب هو محسن علي اكبر اعتقد لنهايه الازمه، لان السيد الحلبوسي باتفاق بتخادم. لا لا السيد الحلبوسي ما يدري رئيس مجلس النواب. انا كيفي طبعا وقرايبي رئيس مجلس النواب. لا هذا اللي السيناريو اللي تتحدث عنه يصير باتفاق بتخادم بين تقدم والمندلاوي؟ طبعا الحلبوسي من مصلحته ان ما يجي قائد رئيس برلمان قائد من السنه ويجي يغطي عليه طبعا، لانه يعني هو باعتباره سواء حاليا هو البطل يعني البطل الكبير. بس هي القضيه مو بيد الحلبوسي فقط، قوة سياسية أخرى تريد تعقد جلسة. إي بس الترشيح يعني هي هو حقوق المكون السني وزعيم المكون السني الموجود حاليا هو الحلبوسي، ماكو منافس إلى حقيقة يعني. فيجي شخص آخر من الأنبار يسيطر عليه ويشاخذ الأنبار كلها. أنا تعودت عليك تهاجم السيد الحلبوسي اليوم تدافع عنه. لا لا ما دافع عنه، أنا كنت المحامي اللي طلعها، شنو دافع عنه؟ أنا ما دافع عنه. أنا المحامي مال ليس دليمي كنت اللي طلع الحلبوسي. وأشوفك اليوم تدافع عنه. لا لا ما دافع عنه بس هو يعني هو هذا الموجود على أرض الواقع. لا لا هذا الموجود في أرض يعني ما دافع عنه يعني أهاجمه شنو يعني؟ غيرك بسبب أهاجمه؟ ماكو سبب أهاجمه. هو رجال انا اقول لك هو الرجل. كانوا يتحدثون عن مشروع واجنده يمتلكها السيد الحلبوسي. طبعا الحلبوسي يبقى متنفذ يعني يبقى، فبيجي واحد من الانبار يجي رئيس برلمان ما ترهم وينجح ما ترهم عنده ما تاكل عنده الشيخ ياخذ الانبار من عنده الشيخ. خلينا في وقفه اخيره مع حضرتك، خلاصه القصه السيد الحلبوسي يريد ان يبقى هو الزعيم. لا يريد ان ينافس واحد. لا لا هو زعيم لا في الانبار ولا في غير الانبار. يريد يبقى زعيم، هو زعيم يريد ان يبقى. نعم نعم هو زعيم حاليا ومستقبلا، خليني اقول لك اياها. ومستقبلا؟ نعم ومستقبلا، حاليا هو الزعيم وهو يبقى رئيس على هذا المكون. اليوم تعرف انت سيد الحلبوسي عندما خرج رئيس على حزبه ورئيس على المكون. نعم على حزبه، على حزبه قصدي، هو الحزبه من جمهوره. ايه شوف الحزب شنو الحزب؟ حزب جمهور. زين الجمهور اليوم اللي عنده ما تقول المكون. نعم عنده اكثر من 70% من الجمهور اللي موجود عنده من المكون السني اللي هو داعم للسيد الحلبوسي، فهاي الزعامه مالته ورعسته. شنو يضمنك بالانتخابات الجايه باقي الامور على ما هي عليه؟ والله حصل هذه المقاعد يعني ما يقال ان المكون السني ينظر للزعامة على المنصب. تدري من قيمها؟ هاي قيمها الشارع السني. زين هل الشارع السني عندما هاي الانتخابات اللي مضت في المجالس المحافظات وكان هناك فوز كاسح الى تقدم، زين فاحتقد اني هذا الجمهور باقي نفسه؟ لان بالعكس انه ترى تطلعه السيد الحلبوسي من منصبه اني اقول لك هاي قوة الحلبوسي بعد أكثر. المندلاوي باقي جمهور بعد أكثر. المندلاوي باقي لحين انتهاء الدورة الحالية؟ هذا الأمر متروك. إذا كان هناك المكون السني بالإجماع يصوت على استحقاق ويوافق على استحقاق تقدم، لا المندلاوي يطلع، وإذا ما توافقوا لا المندلاوي باقي. أنا شكراً جزيلاً. كيفهم يختارون؟ يريدون يبقون المندلاوي، يريدون يحترفون باستحقاق تقدم، يقولهم يا أبا والله إحنا خلنا. يعني أنتم تخيرون القوى السياسية السنية؟ لا لا نعم هم بكيفهم، هم الأمر لهم، هسه متروك لهم الأمر. هذا واحدة من اثنين، تريد أنت تحترم استحقاقي أني تريد غزال وخذ غزال كتقدم، أنت وافق عليه ومن باكر أطلع لك المندلاوي. يطلع باصة شنو؟ يطلع هو رئيس برلمان يطلع. كل مكون على شخص واحد، الشخص واحد شرط ان يكون من تقدم.